إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مباشرة من بعد ما جينا من سبتة المحتلة ومن ليليا المحتلة وشنا الأجواء وشنا اش كيوقع لولادنا، لازم أننا نتسألوا علاش فضلوا هاد الشباب أنهم باش يهاجروا. كانت واجدوا في كرسيف، علاش الشباب فضلوا أنهم يلوحوا راسهم في البحر؟ علاش الشباب فضلوا نساء ورجال أنهم يخويوا البلاد؟ إذن حان الوقت باش أننا نبدأ نحطوا الرحال في بعض المدن والأقاليم المغربية ونحاولوا باش نوصلوا الأسباب اللي خلت ولادنا كيفضلوا المغامرة على البقاء. إذن هذه رسالة للحكومة، غادي نشوفوا اش واقع اليوم هنا في كرسيف. وحنا يلا تنبداو الكاميرا ديالنا كنشوفوا مثلا مشاريع الريع. تصور أخي شي واحد كاميرامان غادي أنه يدوز من هنا بطوموبيلته إلى ضربات هنايا، هبط كاميرا أستاذ هنا إلى ضربات الرويضة هنا، مما غادي يسبب حادثة تسير وهي بالمدخل ديال المدينة. إذن هذا قالوا له راه فلان طاح، قالوا له من لا راه مشى من الدار وهو غادي مايل. قربوا أستاذ تسمع الكاميرا، هنا هاد لابونتا كتشوف اخي المتتبع ان واحد دابا هذا شارع كبير اللي غادي تدوزو انت وانا، وهذا دابا مقاول اللي ربما كون دار هاد القضيه في شي دوله اخرى كون صارعات الحكومه بمحاكمه كل من له علاقه، لان هذا غادي يقدر يسبب لي لا انت ولا انا في حادثه سير. علاش لا؟ شوفوا شت الكاميرا وصلت مزيان. إذا هذا في شارع عام، كنشوفوا إخواني وتيقولوا للناس بأن هذا الشيء مازال يلا عاد جديد، واحد الراجل راه تيشوف فينا وغادي نقولوا له السلام عليكم. بخير الشريف، هانيا عرفتيني؟ أه شكون أنا؟ حميد. حميد؟ حميد يطلب لكم ضيف الله في كرسي. مرحبا مرحبا. مرحبا. يتعاوني باش أنك توصل الرسالة للناس. الناس هنا مساكن، أنني تلاقيت مع ولاد كرسيف بغاو غاديين يحرقوا، تلاقيت مع عيالات من كرسيف. شنو واقع هنا في كرسيف؟ أو غير قلت الخدمة والجفاف وكذا، وهذاك الشيء بنادم والو مابقاش ما عندهم حتى شي مشروع اللي غادي يخدموا، لا معامل لا وزير لا حتى شي حاجة، ما كاينة كاين حتى شي حاجه اللي غادي يستغل فيها الانسان. فاش خدام الناس دابا؟ والو حتى البني ما كاينش، هذه دابا من الوباء وكورونا الناس كاين اللي انخرطت اللي الدم ديالو باعو باش غادي يعيش الولاد ديالو هنا اللي ما عندوش. ولكن كانت كرسيف مش شحال هادي كانوا الناس، اسمح لي استاذ، كانوا الناس هنايا الاغلبيه ديال الفلاحه والناس خدامه في الزيتون. واش الزيتون ولات ان دخل العمران وحيد هذوك المزارع ديال الزيتون؟ دابا العمران هو اللي البني هو اللي انقرض الزيتون من المدينه. البني دابا دخل حيد حيد الزيتون، ما بقاش دابا وقفات الحركه. هنا وقفات الحركه، المسؤولين داروا شي حاجه شغل باش تعوضوا هذا الزيتون ولا ما عندهم؟ ما يعوضوا لهم، اللي كيبني شي حاجه راه مصلحه ديالو صافي. انت دابا عمي كنت تلقى شي سلته باش دوز انت تحط تمشي لبرا في الخارج؟ لا لا بركة. لا انا عندي ثلاثه ديال الوليدات خدام عليهم الله يخليك. وليداتك فين هما؟ هنا ولاد خدام عليهم. اه خدام في المحطه، كرسي في المحطه. كرسي في المحطه تبارك الله عليك. كنصور داك الشيء اللي قسم الله وكان عايش معاه الوليدات تبارك خير وعلى خير. شنو بغيت تقول لسي صحاب الطاكسيات دابا انت ملي كرسي في المحطه؟ لا شنو واحد دابا لي ترونسبورتور ناضوا زادوا الثمن على ولادنا مساكن، حيت كانوا سمعوا بين من ليليا غادي يمشيو وركبوهم ب 10000 الواحد. تبغي انت ولادك يتستغلوا؟ هذيك هذيك هذا الاستغلال هو اللي ما كاينش، فهمتي؟ خص الدوله هي اللي تراقب، تكون المراقبه هما اللي يشوفوا المحطات. اخبارك بين ولاو الناس يركبوا لجهه السبته ب 10000 6000؟ ولكن هذيك من المراقبه هما اللي خصهم يراقبوا داك الشيء. نعم فهمت، المراقبه هي اللي خصها تراقب. المحاين ديال الكورتيه شتا انتم الكورتيه والشوافر الطاكسيات في الاخر والو كتلا لكم خايبه؟ لا ضمان اجتماعي لا والو والو، ما عندنا حتى شي حاجه، لا ما صورتيش واحد النصيب اللي كتاكلوا، ما كاين شي، ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو. دابا نهار يمشي الصوت ديك باش كتغوت والصحه صافي صافي، ما كانش اللي غادي يعرفك. الكورتيه اللي تلات بهم بزاف بزاف، تلات بهم بزاف، ما عندوش منين غادي يعيش، فهمت؟ بزاف كيبقى مقارط، ما عنده حتى لا دقات الشوكه، ما يمشيش، ما عندوش باش يشري ابره، ما الدوله ما تعطيهالوش كاع، علاش؟ ما معروفش عندها والو والو. ودابا اكثر المحطات ولا كيتكروا اللي جا اللي عنده المال كيكريها صاي، كيبقى خدام كيدير داك الشيء اللي بغا هو، تبرح ويسخرك وتشطب واللي جاي يغوت عليك كل شيء ديالو، وانت غير صافي كورتي صافي صافي، وانت راه اب لثلاثه الدراري، الوليدات والوالده والمراه، خمسه اه
ولا اله الا الله محمد رسول الله. اذا الى تلاقيتي مع شي مسؤول شنو خص لهاد الكرسي؟ خصهم يشوفوا، خصهم يصلحوهم، خصهم يعاونوا البشر باش يكون ماشي. كاين واحد الليجان سميتهم الليجان المحاسبه، دابا سيدنا تاقف واحد المراه سميتها العدوي وعطاها واحد الصلاحيات وعندها مفتشين ديالها. دابا الى جاو دوك المفتشين فين شي بلاصه اللي قلتي حسبي الله ونعم الوكيل اش واقع فيها؟ شنو لفف في المشاريع الزناقي شويه مزيانين؟ لا الشوارع شويه تقلق جديده وهو هذا القادوس. ودابا الصوره عمي لا تحتنا تما لا عندهم شو ما عندك شي المسؤوليه هما يجيو اللي يراقبوا من هنا خصهم يجيو. ايوا راه ضروري قولوا لهم اجيو عافاكم اجيو راه عمي راه ما بغاش باش يحرقوا ولادو. وراه تما في دوك الحفاري كانوا غير حجرات وسببوا في حوادث شير قاتله. دور لي يا استاذ هذاك القادوس وشوف من اللي جاوا باش يصاوبوا القادوس. شوف لا بونتا كي داروها من هنا. اذا اي واحد طلع من تما برويطو ربما غادي يكون المصير ديالو حتى هو حادثه سير. غادي نستمروا في هذه الجوله ولكن نتصفطوا مع عمي علاش لا؟ ايوا الله يحفظك الله يطول عمرك الله يعاون الله يحفظك. سلم على الاخ ديالك اللي كان غادي معاك الله يعاون. اذا وغادي نستمروا هنا في قرسيف علاش لا؟ قرسيف الناس تقرسيف ضيف الله. جينا اليوم اننا باش نحاولوا نوريكم اشنو واقع في هاد قرسيف. وي هاك السقاو ديالك سقا 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 عندك الميكرو هنا بغى يهضر السيد شي واحد شي واحد. نشوف واحد المواطن حتى هو انا قلت سيد الله وعلم بغى حتى هو يحوي قلبه. نعم هاك قد 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 هذا اخويا غادي نمشي اخويا العزيز والله العظيم والله العظيم انا دابا في المباشر تيستناوني الناس جاو تيقولوا لي الله يعطيك الصحه سي حميد ما قديناش نبانو ما عندنا ما نديرو في الصداعات كيشدوا فينا الحسيفي الا هضرنا في وسائل الاعلام. قالك عافاك السي حميد قول لهم يشوفوا المشكل ديال البناء العشوائي. البناء العشوائي هنا كان تم الاستفاده ديال مجموعه ديال الناس من شي مشروع هنايا. هذا تقليد عطاه لي واحد عفوا اخواني كحزا ولدي ليه اذا اخواني هذا تقليد اللي حطوا علينا هاد السيد وقال لك عافاك قولوا حميد. اذا تنتمنى من السيد عامل صاحب الجلاله ان يحاول يفتح تحقيق ويصيفط ليجان السيد العامل المحترم ومن عفو عنك. الحمد لله من اعمال جليله اديتها في حق هذا الوطن الحبيب انك السيد العامل المحترم شوف اش واقع في البناء العشوائي لان الناس جاو عندي وقال لك السي حميد ما بغيناش نبانو ولكن عافاك راه تقارنا راه كاين الناس اللي ما عندهمش الحق يستافدوا وراهم استافدوا. اذا اخواني هذه هي قرسيف وتحيه لكم وكل واحد يكتب لنا اش من مدينه راه مكونكتي معنا. تحيه للناس ديال قرسيف وبالقلال ياك نشوف. اذا اخواني تبارك الله عليكم هذا مدار مزيان سيدي ولكن اذا كان الريحه سيدي الله لهذوك القلال شو السنخ تازا بقات لنا 62 كيلومتر وسط قرسيف ندوزو وسط قرسيف. يلا كل واحد يكتب اش من مدينه راه مكونيكتي معانا. الدراري كل واحد يكتب اش من مدينه راه مكونيكتي معايا. إذا هذه رسالة للمنتخبين ديال قرسيف والمجلس الجهاد قرسيف. راه من العيب والعار أننا نلقاو عيالات دراري صغار أنهم ساكن باغي يعطيو راسهم البحر
وانت عاطي راسك لواحد الكات كات فيها الجيم، وعاطي راسك واحد الدار اللي كتخلص من الضرائب ديال الشعب، ومن العيب والعار انك تتسوق كات كات وتكتف التقارير، لان الاسباب ان الطريق عندنا خايبه، بغينا كات كات امروج او لا كات كات جيم، وانك تعترف بان البنيه التحتيه مفلسه عليك. اذا فما عليك الا حاول دوك الفلوس ديال ديك الكات كات هما باش تصوب ديك الطريق ونشريو لك المرسيدس. هادي ما يبغيوهاش المنتخبين. هاد البوليسي غادي يوقفني، ولكن محاين السربيس الله يحفظه مشى عاوتاني خلاني ندوز. شموخ ها يا سيدي، الناس ديال السيف راهم معانا، والناس تازا، الناس ديال تازا هنا جاي. غادي نشرب قهوه ان شاء الله تما مع الزميل ونزيد وجده. طلع ولدي داك، ايطاليا. اذا خوتي هذا مشكل، شحال مره تيطيح الفرشو على رمبان انت يا دابا ربي. هذا دابا هذا مقاول ولا حول ولا ملوي انت؟ عيب عيب، لان علاش تتلقى تشوف لها من التحت كلها مخدومه. يلا ديروا لنا شي محاكمه ديال شي مقاول هنا تكون زوينه، نجي ندير لكم التغطيه. علاش لا؟ بارك علينا من ديك، شدينا واحد عاد قتل عاد ضرب عاد تحشش. اذا المياه شوف كي كتلقاها في الجنبات، مما يؤكد ان حتى حيت كطيح الشتا راه هذا الشارع غادي يعرف مصيبك، حلا غادي يعرف هذا الشارع، لان الماء كيتقلد. تحياتي، تبارك الله عليكم. راه شوف راه عيان الصوت مدقدق، ولكن لابد ان تضامنا انت مع هاد الناس، وباش يعرفوا حتى المسؤولين عبر هاد التقارير ما يقع. وعلاش لقينا ولاد قرسيف باغيين يحرقوا؟ قالك سيدي بواتنا وحنا كنا خدامين في الزيتون، لان كانت قرسيف كلها داير عليها الزيتون. جات المافيا د العقار شرات، تفشات شرويض الله اعلم، ولا الطريق سمع لا غير الطريق الله اعلم هكا. اوف تيغوت هاد الطريق هذا زي. انا سلامت عبد الله، غادي ندوز نشوف عبد الله. عبد الله راني غادي عند سي عبد الله ان شاء الله نشوفو، نشرب معاه قهوه ونزيد. اذا غنرجعوا للموضوع ديال بعض التقارير كتوصل بهم مثلا الادارات، او لا تنتوصلوا بنسخه منها، كتلقى رئيس كيقول لك سيدي انا شريت الكات كات. علاش؟ لان الطريق عندي خايبه، داكشي باش انا شريت كات كات من فلوس الجماعه. هنا تيتبلوك العقل، هذاك الشيء باش غادي تشري ديك الكات كات عاود ديك الزنقه. وسير في الباتيني ديك الساعه، واحد الحفره كانوا لقاوها وجمع مجموعه ديال السياسيين تيخمموا كي غادي يديروا لديك الحفره تيطيحوا فيها الناس. نقز واحد العضو قال لهم شوف الشريف، انا كنقترح باش اش غادي نديرو، غادي نبنيو سبيطار حدا ديك الحفره، انا خصهم غير يديروا يستمروا الفلوس. قال له غادي نبنيو سبيطار حدا ديك الحفره. نقز الاخر قال له لا كتخربق. قال له اشنو؟ قال له انت مكلخ، غادي نردمو الحفره ياك. قال له نديرو حفره حدا السبيطار. اذا هما ديما الغايه ان خص دو شي حاجه مارشي، غادي يردم الحفره ولكن خصو يدير حدا السبيطار. اذا ربما وصلت الرساله وتبارك الله عليكم، وكنا مباشره مدينه قرزيف، زعما ان بيني وبينكم الاشغال هنا زوينه، والقضيه راه هنا بعدا مزيانه في الشارع هنا كتبان لي هذا مشروع زوين في هذه الجنبات. فتحيه لكم وتبارك الله عليكم والف تحيه، وكان معكم اخوكم حميد العقاوي، وهو في الطريق من مليليا نحو ثمازيرثينو وثمازيرثينو. اذا تبارك الله عليكم. واحد دوا ميت عنها مصلحة لاباس تهنا حفيظ الناس ديال وجدة. اذا تحية، ربما ما نهضروش بزاف في هذا البرنامج باش نخلينا المسؤولين دابا خصهم يديك ربع ساعة الاولى اللي تيتصنتو.
تنتسمى هذيك ربع ساعه الاولى راه انه وصلت فيها بعض الرسائل ديال داك السيد مسكين الكرسي اللي هضر بكل حرقه. وهذاك المشكل ديال هذاك المقاول القوات الملكيه. برافو. اذا هذه القشله ديال العسكر ديال قرسيف. يلا اخوتي الاعزاز ما سخيتش بكم وتبارك الله عليكم، تابعونا ان شاء الله بعض لحظات في مدينه تازاوي.